بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تمكناش اليوم باش نلقيوها في الوقفة الطارف نظرا لبعض الظروف، نلقيوها دروك. هي خرباشات كالعادة، سئمنا من الوعود والمماطلات وتلفيق التهم والمغالطات، لمن كانوا بالأمس أسودا تزأر في الغابات في وجه مدبر القتل والاغتيالات، لا لشيء إلا طلبهم فتح تحقيقات في التجاوزات التي طالت صندوق المعاشات، وكشفهم للكثير من التلاعبات وتذكيرهم للرئيس بوعوده قبل الانتخابات، ومطالبتهم بحقوقهم المستدات في المراسيم فقط والمراسلات، أما في الواقع فهيهات هيهات. ما حز في النفس هو ذلك القمع وتلك الإهانات، والأكثر من 40 رهن الاعتقالات، ونحن في دولة يقال لها جزائر الحريات. نناشدك يا رئيس يا قائد القوات بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في تداعيات خروج فئتنا كل مرة في احتجاجات، والوفاء بالعهود والالتزامات، وإطلاق سراح إخواننا من الزنزانات، وإلغاء كل التهم والمتابعات. نريد حقوقنا فقط لا امتيازات، ومطلبنا العيش الكريم في هذه الحياة، ولا تصدعون بالوطنية فعندكم هي مجرد ترهات. فحبنا للجزائر فرض كالصوم والصلاة والزكاة، ونحن لها الترياق عند المرض والأزمات، وتجدنا الأوائل في وجه أي تحرشات، ولا يوجد في قاموسنا معنى للخيانات. أما أنت يا منظمة الحفافات والحمامات، فلا ود بيننا إلى يوم الممات، ومصيرك هناك في سلة المهملات.